انطلاقاً من دورها المجتمعي في خدمة أعضاء الأهلي، نجحت اللجنة العليا للجان بالنادي الأهلي في تحقيق طفرة نوعية وإنجاز العديد من الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة، وشملت تنظيم العديد من الفعاليات الخدمية والاجتماعية والثقافية والترويحية لعضو الجمعية العمومية في مختلف الفروع. والمعروف أن اللجنة العليا تنبثق منها العديد من اللجان المتنوعة، وتم تشكيلها بما يتناسب مع الأهداف والتوجهات التي وضعها مجلس الإدارة نصب عينيه لخدمة أعضاء النادي، وقامت بالعديد من الإنجازات المهمة التي لمسها عضو الجمعية العمومية. كان في مقدمتها تنظيم لقاءات تبادلية مع رواد الأندية الأخرى، ومعرض سنوي للمشغولات اليدوية، وحفل عيد الأم لتكريم جميع الأمهات، بالإضافة إلى تنظيم إفطار شهري على مستوى الفروع الثلاثة بصفة دورية، وتنظيم مهرجان وماراثون للدراجات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، إلى جانب تنظيم يوم ترفيهي للأطفال في فروع النادي المختلفة. وامتدت جهود اللجان داخل الأهلي بتنظيم زيارات ميدانية لمستشفيات السرطان والأطفال، ومهرجان رياضي للأعضاء، بالإضافة إلى إفطار يومي للرواد خلال شهر رمضان، إلى جانب دورها في وضع استراتيجية لتفعيل دور النادي تجاه المجتمع. اللجنة العليا للجان وضعت نصب عينيها شعار عائلة الأهلي، وهو المحرك الأساسي لكافة المشروعات الخدمية والمجتمعية التي تضع عضو النادي في المقدمة، بهدف توفير كافة الأنشطة والخدمات التي تلبي احتياجاته على كافة الأصعدة، إلى جانب تكريس روح الأهلي التي تعكس مدى الترابط الاجتماعي بين أعضاء النادي في جميع الفروع. وخلال جائحة كورونا والأزمة التي تسببت فيها، واصلت اللجنة العليا للجان عملها ولم تتوقف عن تحركاتها في خدمة عضو الجمعية العمومية، وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة التي تساعد الأعضاء على البقاء في منازلهم بهدف الحفاظ على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا. وقامت اللجنة بتعظيم الدور المجتمعي للنادي الأهلي من منطلق حرص مجلس الإدارة على استمرار التواصل مع الأعضاء فيما بينهم رغم الظروف التي مرت بها البلاد في هذا التوقيت العصيب، حيث طرحت اللجنة حينذاك مبادرة استهدفت إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من أعضاء النادي وبمشاركة جميع اللجان للخروج من تلك المحنة من خلال الهاشتاج الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك التوقيت، وهو يلا نطلع من الأزمة بمليون حاجة ليها لزمة.